فللمسلم مع آيات الله التي تنزل عليه مواقف، ولنا في هذه العاصفة والانخفاض في درجات الحرارة موقفين. أولاً، في تعامل المسلم مع هذه العاصفة، في تعامل المسلم مع تغير المناخ وانخفاض أو ارتفاع درجات الحرارة، إن الطقس آية من آيات الله، والله سبحانه وتعالى يقول: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. تغير المناخ من أعظم آيات الله سبحانه وتعالى، آية إلى نفسك لتريك ضعفك وقلة حيلتك، وتريك مقدار حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى. تغير المناخ وانخفاض الدرجات إلى هذه الحرارة، أولا يريك كم أنت ضعيف؟ ترتدي الثوب فوق الثوب فوق الثوب، ولا تزال في حالة برد، مفتقرا إلى الله سبحانه وتعالى. انخفضت درجات الحرارة بعض الشيء، فألزمتنا بيوتنا، وأغلقت لنا أشغالنا، وعلقت مدارسنا، وشلت حركاتنا. كل يوم تدرك مقدار ضعف البشرية مهما بلغوا من التطور ومن التقنية ومن التقدم، وظنوا أنهم قد وصلوا إلى الغاية التي يرمون إليها، يأتينا من الله آيات: فيروس من هذه الجهة، ميكروب من هذه الجهة، ارتفاع بدرجات الحرارة، تغير بالمناخ، بأشياء يعجز عن دفعها البشر. لأن اجتمعت الإنس والجن الآن على أن يغيروا مناخ هذا الكون، هل يستطيعون؟ اجتمع البشر بمدنهم وقواهم وعباقرتهم ليدفعوا فيروس كورونا، فأتى بمتحور جديد، ثم أتى الجديد بمتحور آخر، وكلما ظنوا أنهم قد تغلبوا على الفيروس وقالوا قد تغلبنا على الفيروس، يرسل الله سبحانه وتعالى جنديا من جنوده لا يرى بالعين المجردة، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. فتأمل في هذا الكون، في هذا المناخ، في آيات الله سبحانه وتعالى، أولاً في نفسك في مقدار ضعفك، وثانياً في مقدار قوة الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى قد ذكر الكون والمناخ في القرآن في كثير من المواضع، فقال: ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وقال: هو الذي يرسل الرياح بشراً بين يدي رحمته، وقال: ومن آياته، ذكر أنها آيات. ليه آيات؟ لتتفكر بها، لتقف عندها، حتى تتأمل بالكون وتقول: سبحان الله، وتعلم أنه صنع الله الذي أتقن كل شيء، فتزداد عظمة الله في قلبك. إن الله سبحانه وتعالى يجزي سحابا ثم يؤلف بين السحاب. تأمل في قصة بني إسرائيل، رب العالمين ذكر في كثير من المواضع في القرآن في قصة بني إسرائيل، قال: وظللنا عليكم الغمام، لغيوم من آيات الله، السحاب من آيات الله، البرق من آيات الله، الرعد. أو ما سألت نفسك يوما لماذا سمى الله سبحانه وتعالى سورة من سور القرآن سورة كاملة بسورة الرعد؟ وكان بعض السلف إذا سمع صوت الرعد يقول: هذا صوت رحمته، فما بالك بصوت عذابه. فإذا سمعت الرعد: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وقد صح في الأثر أن الرعد صوت ملك، وأن البرق صياط من نار يسير الملك بها الغيوم، فهذا صنع ملك من الملائكة التي تسبح من خيفته في الصواعق والبرق والرعد والأعاصير. وأنت أو كثير من المسلمين يتخذون من هذه المناسبات مناسبات للسخرية.
تتأمل عظمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال اشتكت النار إلى ربها، اشتكت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا، أكل بعضي بعضا. في النار شدة حرارة وفي النار شدة برودة من الزمهرير، فقالت يا رب أكل بعضي بعضا. قال فأذن لها بنفسين، فهو أشد ما تجدون في حرارة الصيف من الحر، وأشد ما تجدون في الزمهرير من البرد. الآن رأينا بأعيننا المجردة على شاشات التلفاز ورأيناها على مواقع التواصل صورا للحيوانات المتجمدة وهي تسير وتمشي من موجة صقيع أتت عليها، حيوانات تتجمد في مكانها، فتعلم مقدار قوة نفس النار. أو تستطيع على تحمل هذه البرودة؟ إن كان أحدنا لا يمر عليه اليوم تلو اليوم بل والأسبوع، وبعضنا لا يجرؤ على الاستحمام بالماء البارد في هذا الطقس، ويرى أن الماء البارد ينزل على جسده كالرصاص في هذا الطقس، والبعض يبحث عن رخصة للتيمم، أو نستطيع أن نتحمل؟ فكلما اشتد البرد قل اللهم إني أعوذ بك من نار جهنم. كلما أحسست بهذه البرودة تذكر آيات الله، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. حبيبك صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الغيم تغير لونه، مش بس خاف، تغير لونه. فتقول أمنا عائشة رضي الله عنها وعن أبيها وأبغض الله من قضيها، تقول يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الناس إذا رأوا الغيم استبشروا، وأنت إذا رأيت الغيم تغير لونك. فقال يا عائشة لقد رآه قوم قبلنا فقالوا هذا عارض ممطرنا، قل هو ما استعجلتم به، فإذا أمطرت سري عنه صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن يكون المسلم بحال من الغفلة الشديدة يتعامل مع تغير المناخ. طلعت درجة الحرارة نزلت درجة الحرارة بنكت، طلعت درجة الحرارة نزلت درجة الحرارة بيتمسخر. هذه حال من الغفلة، وهذا كلام من اللغو. وإذا مروا باللغو والذين إذا مروا وإذا مروا باللغو مروا كراما. هذا أولا. الرسالة الثانية أن تعيش مع غيرك في هذه الأحداث. يا ابن أرحم لا أظن أن أحدا في هذا المسجد لم يرى المرأة العجوز في الخيمة التي تمزقت خيمتها في عز الشتاء والبرد والجليد، ولا أظن أن أحدا لم يرى الطفلة التي وقفت وهي ترتعد وترجف من شدة البرد في المخيمات للنازحين السوريين. أسألك بالله العظيم، وهذا سؤال أسألك إياه بعد أن تغمض عينيك، أغمض عينيك وتخيل أن هذه المرأة العجوز هي والدتك في هذه الخيمة. والدتك تشتكي من البرد في خيمة ممزقة، ماذا أنت فاعل؟ وأسألك بالله العظيم لو تخيلت أن هذه الفتاة هي ابنتك أو أختك الصغيرة وترتجف فرائصها من شدة البرد، ماذا أنت فاعل؟ أكنت لا تحرك ساكنا؟ أكنت لا تسرع لتستدين لتفرج عن أهلك؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. أين أنت من جراح المسلمين؟ المشكلة ليس في من لم يوجه مساعدة لهم ولم يعتبرهم من أهله أصلا، ليست هذه المشكلة مع أنها مشكلة، ولكن المشكلة العظيمة في من لم يتحرك ولو بالدعاء. يا أخي شو القلب اللي عندك؟ الشخص الذي يقول هؤلاء يصلهم مساعدات ويصلهم، والله لو أتاهم مساعدات الدنيا وهم في هذه الخيام، أنه شو وصلهم؟ كرتون تموين؟ أنه شو وصلهم؟ أنت لو باجي وقال لك هلا بيوصلك آخر الشهر 100 و200 دولار يا أخي،
اللي هن بدهم يوصلوا 100 و200 و300 دولار وعض هالشتوية بهالخيمة المخزقة. وشوف بنتك أو ابنك اللي عمره 2 و3 سنين واقف قاعد عم يرجف تحت الشتاء وما قادر تعمل له شيء. لم يتوجه ولو بالدعاء ولو بنقل هذه الصور لغيره لربما غيره يتحرك. يعني أنت إذا الآن حطتها أنه هي والدتك يا أخي أو بنتك وما قادر تساهم بالمال ولم تجد من يعينك بالمال، أقل شيء بتروح عند أهل الخير لحتى بتحط على الحالة، بتحط على أي شيء، بتروح عند أهل الخير يمكن أهل الخير يساعده، ما حتوقف مكتوف اليدين. هول أهلك، هول ناسك بدك تفكر فيهم. من لم يهتم بأمر المؤمنين، من لم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم.